الجعفري هنا تشكيلة أولمبيك ريبكا، محمد أمين برقادي في حراسة المرمى، بقي الأسماء إبراهيم باكايوكو، يوسف جمعاوي، رضوان الدردوري، يوسف عقادي، أسامة مزكوري، عبد النبيل حراري، محمد عسكري، إبراهيم إبراهيم كوليبالي، مامادو سيدي بي، ورشيد تيبركانين، الاحتياط معتمد حمزة، إبراهيم البزغودي، فرانك أونغانغا، عماد الرقيوي، إبراهيم لارجو، وبلال المقري، ثم نجيب كوميا. المدرب والإطار التونسي السيد أحمد العجلاني. كتلعب بعرضية دائرية، هناك راسية تعود مرة أخرى لبعاد لصالح الفريق المغرب الفاسي، بسرعة كيسترجع نصر فريق أولمبيك ريبكا. البحث عن التمرير الجهة اليسرى، تيبركانين كيرفع كرة دائرية الجهة اليسرى، دردوري هو اتجاه الدردوري يبحث عن العرضية، كيرفع كرة دائرية، محاولة لصالح الفريق المغرب الفاسي، كتبر الكرة إبراهيم أمل عسكري، عسكري كيلعب كرة وتدخل